مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج اتجاهات الصحافة. نطالع في صحافة هذا الأسبوع. التوتر الأمني يؤثر على مسار الحوار بجنيف. تزايد المخاوف من تنامي الخطر الإرهابي. تأثير الصراع في الاقتصاد الليبي. نناقش هذه الموضوعات وغيرها مع ضيفينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس، المستشار في التنمية الإدارية مدحت الأغدامسي، ومن الدوحة عبر الهاتف الكاتب الصحفي المولدي الأحمر. أهلا بكما ضيفينا الكرام. أهلا وسهلا. مع ارتفاع وتيرة العنف في ليبيا، وخاصة بعد الهجوم الذي جد على فندق كورنثيا، تبدو محادثات السلام أكثر إلحاحا وفقا لما وصفه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا. فبعد أن شهدت الأوضاع بصيص أمل أثناء الجولة الأولى التي تزامنت مع إعلان وقف إطلاق النار ومشاركة المؤتمر الوطني في الحوار، عادت أجواء التوتر لتخيم من جديد. ألقت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها الضوء على الجولة الثانية من الحوار الليبي، حيث نقلت عن مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون قوله إن الحوار يهدف إلى القضاء على المظاهر المسلحة وتشكيل حكومة توافقية تنهي الأزمة السياسية، وأنا على ثقة بأن المشاركين في المحادثات لديهم عزم واضح للتوصل إلى اتفاق للتهدئة والتغلب على الأزمة. كما نقلت الوكالة عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر ساكي قولها إن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف بما فيها أعضاء المؤتمر الوطني للمشاركة في محادثة جنيف، وأن أولئك الذين يختارون عدم المشاركة إنما يقصون أنفسهم عن محادثات مهمة جدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها. نقل الكاتب كريستيفي في مقال على موقع صحيفة ذا غارديان عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون قوله خلال افتتاح المحادثات إن الوقت بدأ ينفذ في ليبيا، ومن الصعب أن أقول كم من الوقت بقي الآن، ولكن الانطباع العام هو قد يسقط هذا البلد قريبا في الفوضى الشاملة. وبيّن ليون أن الهجوم على نزل كورنثيا أضفى طابعا ملحا على محادثات السلام، ويخشى المسؤولون في جنيف خسارة الوقت من أجل التوصل إلى خطة سلام قبل أن يضع تنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم له في ليبيا. وهناك أيضا مخاوف من أن المحرك الرئيسي لهذا الصراع هم قادة الكتائب وليس السياسيين، حيث يقول الكاتب والمحلل لدى المجلس الأطلسي محمد الجارح إن الموجودين في جنيف ليست لديهم السيطرة الكاملة على القوات على الأرض وليس لهم أي تأثير. أورد موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الأمم المتحدة قامت بتسيير اتفاق بين بلديتي مصراتة وتورغاء حول النقاط التالية: تشكيل لجنة من المجلس المحلي تورغاء ومن يستعين به لزيارة السجون بمدينة مصراتة والاطمئنان على حالتهم ومراجعة الجهات المسؤولة لمعرفة التهم والوضع القانوني لهم. حق أهالي تورغاء في العودة إلى أرضهم، وذلك من خلال تشكيل لجنة بحث آلية تحقيق ذلك على أرض الواقع وتذليل العواقب وتهيئة الظروف المناسبة من كل النواحي. كما اتفق المشاركون كذلك على إرسال رسالة واضحة إلى المتنازعين من كافة الأطراف للإصغاء إلى نداء رؤساء البلديات والممثلين المنتخبين الذين هم أقرب إلى السكان في مناطقهم وعلى دراية باحتياجاتهم وتطلعاتهم. بيّن الكاتب بن فيشمان في مقال نشر على موقع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه يجب أن يكون هناك إجماع معتدل حول مبدأين: أولهما أن تتوفر لبعض أعضاء النظام السابق فرصة المشاركة في مستقبل ليبيا، ويجب على أعضاء مجلس النواب وحلفائهم العلمانيين أن يقبلوا دوراً للإسلام السياسي أيضاً. واعتبر الكاتب أنه يمكن لليبيا أن تقدم نموذجاً فريداً في الانتقال بمساعدة المجتمع الدولي إذا توصل الطرفان إلى التوافق المفترض يمكن أن يشكل أساساً لإنقاذ ليبيا، وعلى الملتزمين بالحوار أن يفهموا أن دورهم انتقالي وفترتهم الزمنية محدودة. بيّن الكاتب مارك ماردل في مقال على موقع هيئة الإذاعة البريطانية أنه إذا فشلت محادثات السلام من المرجح أن تكون هناك دوامة أعمق من الحرب الأهلية الحالية متعددة الأوجه، إذ يكتسب ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية المزيد من النفوذ على الأرض، وأوروبا قلقة من الفكر الجهادي للعدائيين في سوريا.
وذكرت سفيرة الولايات المتحدة لدى ليبيا ديبورا جونز أنه لديها أمل كبير في محادثات السلام، وربما هناك بالفعل بعض الأسباب للتفاؤل، فقد قادت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الوساطة في هذه المحادثات وتم إحراز بعض التقدم، ومن المنتظر أن تتواصل. لكن يمكن للمتشائمين أن يشيروا إلى غياب أحد طرفي الصراع في جنيف وإلى استمرار القتال وإلى إصرار أحد الأطراف على إقامة أي محادثات في المستقبل في ليبيا وليس في سويسرا. عبرت بعثة الأمم المتحدة على موقعها عن تفاؤلها بجولة الحوار التي اختتمت في جنيف، حيث ذكرت أن الحوار تميز بأجواء إيجابية عكست روح المسؤولية الوطنية والعزم الجاد لإيجاد حلول لإنهاء الصراع السياسي والعسكري، حيث كان مستفيضاً وبناءً، كما تناول عدداً من المواضيع التي تم الاتفاق عليها في الجولة الأولى. وأضافت البعثة أن المجتمعين بحثوا تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تضمن وحدة البلاد والمؤسسات وبرنامج العمل وآليات اتخاذ القرارات، وكذلك معايير الاختيار والضمانات التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي في هذا الخصوص وفي التعامل مع من يعرقل العملية السياسية والأمنية. ونقلت البعثة عن المشاركين تأكيدهم على ضرورة أن يتزامن مع تشكيل الحكومة اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار مع آليات مراقبة فعالة وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن وخصوصا العاصمة للسماح للحكومة بالعمل. أبدأ الحوار بداية مع الأستاذ الأغدامسي. أستاذ الأغدامسي، بعثة الأمم المتحدة عبرت عن تفاؤلها بنجاح الحوار، كيف ترى تطورات مسار الحوار في جنيف؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في اعتقادي أن تطورات الحوار في جنيف إيجابية نوعا ما، وبعض الخطوات اللي تم التوصل لها في اعتقادي أن هي هتكون لها دور كمدخل لحلحلة الأزمة الليبية على كل الأصعدة وكل المحاور. بس على وجهة نظري أنا الشخصية أعتقد أن بعثة الأمم المتحدة غير واضحة في استراتيجية التعامل مع الوضع والأزمة الليبية والملف الليبي، وبالتالي ما هو مطروح أو ما يتم التوصل إليه هي جزر معزولة لا يمكن ربطها مع بعض في استراتيجية واضحة. يمكن القول أن هناك خطة من الأمم المتحدة شرعت في التعامل معها، وهناك إطار زمني وإطار مرحلي للتعامل مع الملفات و نزع عن بعض ونزع بعض فتائل الأزمة من جهة وتعزيز بعض المناطق الأخرى. ففي اعتقادي أنه هو الاستراتيجية العامة هي الماستر بلان أو الخريطة الإجمالية غير واضحة المعالم بالنسبة للأمم المتحدة. نعم، حسب رأيي الشخصي. طيب أنتقل إلى أستاذ في الدوحة بالتحديد، الجولة الثانية التي جمعت ممثلين عن المجالس البلدية والمحلية اتفق فيها بلدي مصراتة وتورغة، كيف تقرأ مخرجات هذه الجولة أستاذ الأحمر؟ أهلا بك. أعتقد أنه لفهم ما يجري أعتقد أنه نأخذ شوية وقت حتى نحطوه في سياق. السياق في المشهد الليبي الجديد هو التوجه نحو جنيف من جديد، تولد عن تأثير نوعي جديد، هو في الحقيقة قديم ولكنه أخذ شكلا جديدا لثلاث عناصر هي المحلي والإقليمي والدولي. في المستوى المحلي هناك مؤشرات على أن هناك مزيد من الإدراك من طرف الليبيين لخطورة وضعهم الداخلي، وهناك أيضا بداية فرز أولي داخل النخبة السياسية الليبية باتجاه إعطاء المنادين بالحلول السياسية مكانة أبرز وأحسن من الماضي، أي المكان التي يستحقونها. ويعني أعرف أن طريقهم ما زال شاقا. وأحب أن ألاحظ هنا إجابة بالضبط على سؤالك، بأن لتطور فعاليات المجتمع المدني الليبي على هشاشتها وعلى جدتها
تأثير على ما يجري هناك على مستوى البلديات، أي على مستوى المواطنين الذين يتعلمون كيف يصبحون مواطنين، لأنهم لم يكونوا مواطنين في الحقيقة، أي أنهم لم يكن لديهم ثقافة المواطنة بسبب غياب المجتمع المدني، أن هذا له تأثير. وهناك كثير من الجمعيات الليبية الآن تشكلت وأصبحت تحاول أن تدفع بالسياسيين غير المحاربين، يعني غير المسلحين، إلى أن تعود كلمتهم. يعني بعد 3 سنوات من لا صوت يعلو فوق صوت السلاح، الآن لدينا توجه ومحاولة فرز داخل النخبة السياسية الليبية، هذا مهم جدا. العنصر الثاني أن على المستوى، سمحني، على المستوى الإقليمي فشلت فكرة الحرب، أو على الأقل أن فكرة التدخل الخارجي أصبحت حظوظها ضعيفة، وهذا أدى أيضا، ولد هذا التوجه نحو جنيف، إضافة إلى أن على المستوى الدولي، وهذا العنصر الثالث، هناك ضغط على الليبيين من طرف القوى الكبرى اللي هي بالأساس مهتمة بالإرهاب وبالبترول. واضح. وبالبترول. أنتقل عناصر الثلاث ولدت هذا التوجه الجديد. طيب أنتقل بسؤالي إلى أستاذ الأغدامسي. أستاذ الأغدامسي، هل تعتقد أن هذا الاتفاق بين المجالس البلدية يبشر ولو مبدئيا بنجاح الحوار؟ وإن كنت أعتقد أن المجالس البلدية يعني كدورها ومهام عملها بعيدة كل البعد عن ما يحدث على المستوى السياسي، لأن كما نعرف أن المجالس البلدية هي مجالس تتبع الإطار التنفيذي كإطار خدمي مزود خدمة وخلافة، وبالتالي دورها على المستوى السياسي زي ما أشار أستاذنا الكريم أن النضج المجتمعي في ليبيا يعني يعتبر بسيط جدا، سواء من ناحية السياسية سواء من ناحية المواطنة زي ما أشار لي، وبالتالي في اعتقادي أن نفس الضعف هذا يتواجد حتى في مستوى البلديات اللي هي أنشئت حديثا، وبالتالي حتى أعضائها اللي شاركوا في جنيف لا أعتقد أن حيكون عندهم سقف عالي جدا من الخبرة والممارسة الفعلية في مجال أزمات وصراعات على مستوى وطن. بس في مجمل الحديث أن توسيع قاعدة المشاركة مفيدة جدا، بحكم أن هذه الأجهزة أو الأشخاص أو اللجان أو خلافة هي محاور ومفاصل في الدولة، وبالتالي أي تأثير إيجابي سيفلح في أنه هو حيولد تأثيرات إيجابية عديدة جدا تساعد في المناخ العام. طيب أستاذ الأحمر، يعني هل الأمم المتحدة نجحت في الاجتماع مع أصحاب القرار في الداخل فعلا؟ هناك صعوبات كبيرة، وأعتقد أن الأستاذ الغدامسي الآن قال أن استراتيجية الأمم المتحدة غير واضحة. أعتقد أنه محق في جانب منه، لا ندري بالضبط مدى حيادية الأمم المتحدة يعني فيها العملية هذه ومدى حرفيتها. كأعطيك مؤشر على هذا، أنا شاهدت الحوار الذي جرى في برنامج يسمونه وجها لوجه، كنت أتمنى أنه ما يكونش عنوان وجه لوجه، بين عبد الحميد النعيمي والسيدة عباس شاريم اللي هي ريم عباس اللي هي تشتغل مع الأمم المتحدة. اللي فهمته من السيدة ريم عباس أنها لم تكن مستقلة باستقلالية المؤسسة، كانت تتكلم وتتحدث كطرف في الصراع، وهذا يشوش على الثقة في الأمم المتحدة. طيب أستاذ، يعني الغدامسي بعد إنهاء المؤتمر الوطني تعليقه ونقل الحوار إلى الداخل، هل ترى أن حسم الحوار ونجاحه سيكون في الداخل؟ مراحل الحوار يعني ما هي ترجع لنفس الفكرة الأساسية، الاستراتيجية والسياسات العامة وخارطة الطريق اللي موضوعها للحوار، يفترض أن هي تكون فيها ملفات وفيها موضوعات وفيها إطار زمني وفيها مشارب وفيها مسالك
من الأصل تكون موجودة موضوعة، لأن يتم هذا بناء على تحليل الأزمة الليبية بالكامل من قبل الخبراء والمختصين. وكما أشار السيد المحترم أن ما نبيش ندخل في الشق اللي هو حيادية الأمم المتحدة واستقلاليتها، وقد يكون الموضوع طويل للدخول فيه، لكن من الناحية المهنية والحرفية اللي تكلم عليها الأستاذ مع الأمم المتحدة، وأنا تعاملت مع الأمم المتحدة في ليبيا على عدة أصعدة مع كل أفرعها يعني اللي موجودة، وللأسف يعني أتأسف أن نقول الكلام هذا، أن تعامل الأمم المتحدة من خلال من يتم تزكيتهم وترشيحهم للخوض في الملفات الليبية بالكامل هم خبراءهم من الدرجة الثالثة والرابعة، وهذا يؤدي إلى عدم وضوح آليات العمل داخل ليبيا. الشيء الآخر أن الأمم المتحدة لما تتعامل في جميع ملفاتها لا تشكل الفريق المناظر من العنصر الوطني اللي هو قادر على أن يكون شريك كفء وعالي الكفاءة في حلحلة الأمور داخل ليبيا، وهذه أحد السيئات الموجودة اللي لاحظتها أنا من خلال الأمم المتحدة حتى في تعاملنا يعني كفريق إدارة انتخابات ليبيا في 2011 و2012. نعم. وبالتالي كان في مشكلة أساسية أن حتى لو نقلنا الحوار إلى الداخل، الآن هل هناك فعلا خريطة كاملة يمكن أن هي توضح جميع الملفات اللي مطروحة للنقاش؟ وأنا أعطيك مثال في أن ما يعقد الآن بجنيف 1 وجنيف 2 حتى في تحديد الأهداف، في الأصل يقول لك حكومة توافقية ثم يشير إلى حكومة وحدة وطنية توافقية. طيب. يعني حتى في اختيارك للكلمات ليه مغزى كبير. طيب. جدا أنقل سؤالك هذا عن بعضهم. الأخدامسي نعم، هل أنقل سؤالك هذا إلى أستاذ الأحمر، يعني هل ترى أن الأمم المتحدة وضعت خطة كاملة لنقل الحوار إلى الداخل في رأيك؟ أنا في رأيي أن نقل الحوار إلى الداخل ما زال مبكرا إلى حد ما. الليبيون الآن لم يكسبوا الثقة بين بعضهم. أنا أعطيك أشياء، هناك أسئلة مبدئية يعني في أبجديات التوافق، هو أن المجتمعين أولا يقبلوا بعضهم بالبعض الآخر. قلت لك أن ما حدث على القناة التي شاهدتها لم يكونا متفقين، يعني السيد عبد الحميد النعيمي المستشار لم يكن متفقا مع السيد، يعني الأول أنه سعى قبل كل شيء أنه يعترف كل واحد منا بالآخر. هم الآن معطلين بمجلس انتهت صلاحيته ومجلس قضت المحكمة ببطلانه. عليهم أن لا يتشبثوا بهذه المسائل ويضعون الهدف الأساسي هو مصلحة ليبيا. باش يقوموا بهذا يجب الاتفاق على تقييم الموقف في خطوطه العريضة، يعني نحن نجتمع لماذا؟ من أجل كذا أو كذا أو كذا. هذا يتطلب وقت أن الناس يعني تستأنس عقولهم وقلوبهم. نعم. بالقبول بالآخر وبأنهم يتفقوا على تشخيص عام، مثلا موضوع الأمن، موضوع المتطرفين، موضوع البترول، موضوع الخدمات، موضوع تطوير المجتمع المدني وإعطاه أقصى ما يمكن من شروط النجاح عشان هو يتشكل. هو مش متشكل الآن، بوادر فقط. إذا اتفق المتحاورون على هذا تتوضح الرؤية وتتوضح خارطة الطريق ويصبح العودة إلى ليبيا مش باش روحت وما جبنا حد شيء، لا، نكونوا جبنا. نعم أستاذ الأحمر، نعم وضحت فكرتك. خليني يعني لذلك نقول أنه عودتهم الآن والدعوة إلى الحوار الداخلي. طيب أستاذ الغدامسي، هل يمكن القول أن وساطة الأمم المتحدة ستنقد البلاد من فوضى شاملة كما ذهب البعض؟ في اعتقادي أن احنا في الطريق الصحيح أقل ما فيها من حيث أن من اختلاف الفرقاء والابتعاد عن قعقعة السلاح زي ما أشار الأستاذ الكريم، إلى أن أصبحنا ندخل في الحوار وإن كان هو متوازي لازال مع قعقعة السلاح في نفس الوقت، ولكن الآن أصبح فيه مسارين، فيمكن أن يخف حدة الأول وتفعل حدة الثاني.
ولكن لا يزيدك من البيت شعر لما تم طرحه من منذ قليل من قبل أستاذنا الكريم في أن لو استبقنا الوقت في بعض الأمور مثلا وقلنا أن دخلنا في مرحلة التنفيذ على سبيل المثال لأي مشروع حينتج من خلال الحوار هذا، إذا تكلمنا على أدوات اللي هي التنفيذ اللي حتكون من ضمنها مثلا البلديات اللي دخلت في الحوار الآن، فاحنا من على مستوى الرقعة الجغرافية لليبيا وحسب التقسيم الإداري 102 بلدية سامحني عفوا 102 بلدية ما تم دعوتها إلى الحوار عدد بسيط جدا، ولو انتقلنا إلى الحوار في الداخل واعتبرنا أن هذه الأدوات أساسية ولازمة لمرحلة التفعيل والتنفيذ مستقبلا، فأنت تتكلم على 102 بلدية، فهل حنوسع الحوار إلى هذه الدرجة بدون وجود حتى تصور لتفعيل أدوار كل المشاركين لتأمين وضمان نجاح ما سينتج عنا الحوار مستقبلا؟ وبالتالي اعتقد احنا في حاجة إلى أن الأمم المتحدة والأطراف المتحيرة تجلس لوضع خارطة الطريق ومصفوفة الأنشطة والأعمال اللي يجب أن تكون موجودة في حل الأزمة الليبية ومن الأطراف الفاعلة فيها، وبالتالي حتى مستقبلا عندما يتم الوصول إلى المراحل المستقبلية في التنفيذ يكون هناك طرح واضح للأدوار وارتباطها ببعضها في شكل استراتيجية عامة. نعم أستاذ الأحمر، يعني فيما يخص حادثة كورنثيا، هل أثبت منفذو الهجوم أن حكومة الإنقاذ غير قادرة على تأمين طرابلس في رأيك؟ شوف، يعني ليس هناك أي قوة في العالم تستطيع أن تمنع مثل هذه الأحداث، وآخر مثال عندك فرنسا. يعني إذا وقع التركيز على هذه النقطة ومناقشتها وتوسيعها، أعتقد أنه يكون هدف الذي قام بذلك قد تحقق. في الواقع هي يعني عمل ربما يراد من خلاله التشويش على ما يجري، والذين قاموا به لا يؤمنون بهذا التوجه، وقاموا به ليس جماهيريا بل بهذه الطريقة لأنهم أقلية، لأنه العمل الطريق الصحيح للوقوع لتحقيق أهداف هو أنك يعني تدعو إلى تحرك شعبي ويخرج الناس ويقولون في مظاهرات سلمية واضحة بأننا لا نريد أن نذهب في هذا الاتجاه. وذلك مثل هذه الأعمال لا يجب التوقف عندها إلا بالتنديد واستنكارها، لأنها تستهدف أناس أبرياء وتستعمل القتل والسلاح من واضح نعم غايات سياسية. إذن لا يجب التوقف كثيرا عندها ويجب إدانتها فقط. نعم، سأتيح الفرصة لكم ضيفي الكرام للحديث أكثر عن ملف الإرهاب وحادثة كورنثيا بالتحديد في محور الثاني، ابقوا معنا. ألقى الهجوم الذي تبناه ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بحسب بعض الصحف بظلاله على مسار الحوار في جنيف في وقت تعالت فيه الأصوات المنادية بوضع حد لتنامي الخطر الإرهابي الذي أصبح وفقا لبعض المحللين يهدد المصالح الأجنبية، خاصة مع انتعاش التهريب والهجرة غير القانونية. ذكر مراسل وكالة الأنباء الصينية شينهوا نؤاس الدراجي عن مراقبين قولهم إن الهجوم يحمل رسائل لإفشال الحوار السياسي واستعراض التنظيمات المتطرفة لمدى قدرتها على التحرك بحرية، حيث أكد داعش على وجوده وقدرته على الوصول إلى أهم المصالح الحيوية والحكومية والتجارية. ونقل المراسل عن عضو في مجلس النواب فضل عدم ذكر اسمه قوله إن داعش نجح دون شك في إيصال رسالة مهمة، وهي التأثير على حوار جنيف بين الفرقاء السياسيين، حيث مرت جولة جنيف الثانية دون اهتمام إعلامي بارز رغم انتهائها بمخرجات مهمة. كما نقل الدراجي رأي المحلل السياسي الليبي محمد البوني بأن الهجوم المزدوج الذي ضرب كورنثيا هو رسالة مفادها أن الإرهاب لا يعترف بالحوار ولن يسمح باستمراره في ظل ترهل متصاعد في البلاد وعدم قدرة أي حكومة على بناء أجهزة أمنية محترفة. أورد موقع الجزيرة نت أنه من المقرر أن ينتهي حوار جنيف ببيان يحدد فيه المشاركون موقفهم من نقل المفاوضات إلى داخل ليبيا لتجمع أكبر عدد ممكن من المشاركين،
ونقل الموقع عن المبعوث الأممي تأكيده أن الحوار يسير بشكل سلس وأن المشاركين يتبادلون الآراء من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية رغم التحديات الكبيرة. ولم يحدد البيان السقف الزمني للمفاوضات ولا تفاصيل الموضوعات التي ستناقشها. من جانبها دعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر ساكي الأطراف الليبية إلى المشاركة في الحوار، معتبرة أن الذين يختارون عدم المشاركة إنما يقصون أنفسهم من مفاوضات مهمة جدا لسلام ليبيا واستقرارها وأمنها. أشار الإعلامي بصحيفة البلاد أيمن السامرائي إلى تحذير مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا من مخاطر الجماعات الإرهابية والناشطة خصوصا في الجنوب والمناطق الحدودية مع الجزائر، حيث زادت هذه المخاطر مع بروز فرع لتنظيم الدولة وأخذه في التوسع في المنطقة. ونقل عن اليون في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قوله إنه تشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى بشأن الحاجة إلى وجود مراقبين عسكريين ومدنيين في حالة الوصول إلى اتفاق، مشدداً على أهمية دعم جميع الأطراف الليبية لعمل المراقبين. ذكر الكاتب نايل كاميلاري في مقال على موقع مالطا اندبندنت نقلاً عن وزير المالية السابق علي ترهوني قوله إن تنظيم داعش يدير بالفعل معابر المهاجرين، وتسلل المسالحين إلى شواطئ أوروبا بين اللاجئين مسألة يتم تجاهلها من الاتحاد الأوروبي، وأوروبا تقلل من احتمال تسلل المسلحين من جزيرتي لامبيدوزا وصقلية ومالطا. وأضاف الكاتب أن وزير الشؤون الخارجية الإيطالي باولو جنتولوني أكد أن الإرهابيين لن يخاطروا بعبور البحر المتوسط على متن قوارب متهالكة، وينبغي عدم الخلط بين تهديد الإرهاب وظاهرة الهجرة، ووقف عمليات الإنقاذ في البحر لن يكون خطأ سياسيا فقط بل سيكون خطأ أخلاقيا. بالحديث عن الإرهاب أبدأ مع أستاذ الأغدامسي. أستاذ الأغدامسي، ما الانعكاسات التي قامت بها حادثة كورنثيا على الأزمة في الداخل؟ في اعتقاد ان على المستوى الكلي في الشأن الليبي بينت ان لا احد ولا مكان هو بمنأى عن الخطر القائم، يعني وبالتالي في ظل الفوضى اللي موجودة حاليا على المستوى الوطني والصراع المسلح وخلافة، هي مناخ اعتقاد انه اكثر من مناسب لتزايد وتيرة هذا النوع من العنف اللي يمكن ان يوصف بالارهاب الممنهج. ارحب الان بضيفي من طبرق عبر سكايب الكاتب الصحفي محمد الجارح. أستاذ محمد، يعني فيما يخص انعكاسات حادثة كورنثيا على موقف المجتمع الدولي أو الغرب من الأزمة، كيف ترى ذلك؟ ما حدث في طرابلس هو تطور خطير جدا، وأنا لا أتفق مع أحد المتحدثين الذي قال لا يجب أن نعطي هذا الأمر أكثر من شأنه. الأمر جدا خطير، وهو يعتبر بمثابة داعش يعلن عن وجوده على الأرض بشكل رسمي في العاصمة الليبية طرابلس، أكبر المدن الليبية، فلا يجب أن لا نستهين بهذا الأمر. أيضا الإشكالية التي يعني العواقب أو ما حدث بعد هذا الهجوم هو أن حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي ترفض الاعتراف بأن داعش أو الدولة الإسلامية هو من قام بهذا الحدث، ترفض كليا ولا تريد أن تعترف بهذا، فهذا أيضا تطور جدا خطير، يجب أن يتم تسمية الأشياء بمسمياتها. نعم، أنتقل بسؤالي إلى أستاذ الأحمر. نعم، واضح جدا. أنتقل بسؤالي إلى أستاذ الأحمر. أستاذ الأحمر، كما سمعنا من ضيفنا الجارح بأن الموضوع خطير وتنظيم الدولة يقوم بعمليات في طرابلس، على أي أساس تؤكد بعض الصحف وكذلك الأستاذ الجارح وجود ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في طرابلس؟ أهلا بالأستاذ الجارح. أنا لم أقل بأن حادثة النزل الكورنثي ليست خطيرة، أنا قلت بأن التعامل معها يجب أن يكون سياسيا ومهنيا محترفا، يشتغل في اتجاه بلوغ الهدف الذي يحاول الليبيون الآن الوصول إليه.
والاعتراف يعني طلب الاعتراف الحكومة الليبية بأن حديث كنت من أعمال داعش، يعني هناك لخبطة، العمل الإرهابي فيه لخبطة، وفي النهاية لا تصل إلى من قال من فعل الفعل إلا بعد قرائن متعددة. ويجب أن نضع الطرف المقابل في الزاوية، هذا بالفعل السياسي، يعني من 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 فهم الـ كيف نشتغل. أنا أقول يجب على الليبيين، على خطورة ما وقع، وعلى الإعلام الليبي أن لا يضخم هذه العملية، وأن لا يسرف في تأويلها، وأن لا يعطيها حيزا كبيرا في النقاش، وإلا يكون هدف الإرهاب قد تحقق، وهو التشويش وإفساد عملية. هذا حادث في الطريق، هناك قافلة سياسية تريد أن تحل مشاكل ليبيا سياسيا، وتتعرض إلى حادث في الطريق، يجب أن تواصل. طيب. إلا نعم. إذا عفوا لا مهم، إذا بدأنا في الخوض في هذه المسائل وكيل الاتهامات يعني كل يكيل الاتهام للآخر، فمعناه أننا نرجع إلى الصفر ولا تنطلق قافلة. هذا طريق مليء بالصعاب وبالمخاطر، ويجب السير فيه بعقل ورصانة وحكمة. واضح جدا. نعم، أنتقل بسؤالي لأستاذ الغدامسي. أستاذ الغدامسي، عفوا على المقاطعة، ولكن أستاذ الغدامسي، هل يمكن للصحافة أن تعتمد صورا فوتوغرافية على الإنترنت منسوبة لما يسمى بتنظيم الدولة بأنه فعلا وراء مثل هذه العمليات؟ في اعتقادي أن يعني دور الصحافة هو إعلامي وتوضيحي أكثر منها أمني، وبالتالي موضوع الإرهاب أو حتى العمليات اللي يتم تنفيذها أي كان نوعها اللي هي تأخذ الطابع الجنائي، اعتقاد أن لها أجهزة متخصصة يجب الركون إليها في نقل الأنباء عنها، وبالتالي بعدم وجود أجهزة أمنية متخصصة في الوضع الليبي الحالي، يعني اعتقادي انه هو بعد تفكيك منظومة النظام السابق اصبح في حاجة الى اعادة بناء منظومة امنية جديدة في ليبيا، اللي هي لم تتكون لحد الان على مستوى عالي من الدقة والخبرة، وهي ما يجب ان تسعى اليه الصحافة في نقل انباها عبره. اما ان يتم تداولها عبر مثلا صفحات التواصل الاجتماعي او اخبار صحفية او خلافة، فاعتقادي ان هذا غير مهني البتة، وفي حاجة إلى أن يتم التحري والدقة في البيانات عبر الأجهزة المختصة، وهي من تحدد وتكون دارسة لخلفيات الإرهاب والمجموعات الإرهابية، وهناك ناس متخصصة في المجال هذا، هي اللي تعطي التأكيد من عدمه على من تبنى مثل هذه الأعمال، وإذا كان التبني هذا صحيح أو مجرد فرقعات إعلامية في الهواء للاستفادة من أحداث قد تكون حتى بعيدة كل البعد عن منهج الجماعات اللي هي تخوض في مثل هذه العمليات. أستاذ الجارح، يعني في رأيك أين يكمن خطر الجماعات الإرهابية في البلاد؟ من تونس أنه يجب على كل الأطراف الليبية أن تستغل حادث طرابلس وبروز الجماعات الإرهابية في ليبيا بشكل كبير وفي العاصمة طرابلس، يجب أن يستغلوا هذه الأحداث لكي يوحدوا صفوفهم والوصول إلى صيغة توافقية لمحاربة والتصدي إلى هذا الخطر الأكبر الذي يواجه ليبيا والتحول وعملية التحول السياسي في ليبيا. بالنسبة لموضوع أين خطر الجماعات الإرهابية في ليبيا، فهي منتشرة. مدينة درنة تبعد حوالي 175 كيلومتر من المكان اللي أنا موجود فيه الآن، هي خارج سيطرة الدولة تماما، يعني تنظيم داعش موجود على الأرض، لديه ديوان التعليم، لديه رجال الحسبة، يعني مدينة كاملة خارج نطاق السيطرة، وتسيطر عليها ويسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية موجودون. يعني كنت أنا في شهر أكتوبر الماضي بمدينة درنة، ذهبت إلى مدينة درنة وهم موجودون على يعني على الأرض بأعلامهم بشرطتهم بكل ما لديهم، وكأنهم ينجزون دولة. هذا خطر حقيقي. الشيء الآخر، يسيطرون على بعض المدن كمدينة سر ومدينة صبراتة، يوجدون بالجنوب الليبي. فرنسا، يعني وزير الدفاع الفرنسي كان على الحدود الليبية مع النيجر، ويعني وفرنسا تنشئ
يعني قاعدة عسكرية متكاملة بسبب التهديد الذي تمثله هذه الجماعات الإرهابية. فالخطر موجود والخطر كبير جدا، ولكن هذا الخطر نعم واضح. نعم يعني يؤكد. انتقل الى الاستاذ الاحمر بخصوص تحذيرات ليون. نعم واضح. استاذ الاحمر، ما تعليقك على تحذيرات ليون بخصوص ازدياد نشاط الارهابي في الجنوب؟ هذا تحذير يعني ينبني على رؤى واقعية صحيحة. لا أحد ينكر بأن ليبيا في خطر داهم من الجماعات المتشددة والمتطرفة بأشكالها المختلفة، ولا أحد ينكر وجودها. القضية الرئيسية هو كيف نتعامل مع هذه المسألة. الأستاذ الجارح قال فكرة مهمة وأنا سبق أن قلتها، وإذا نحن نتفق فيها، وهو أن المجتمع المدني هو الذي السياسيون يجب أن يشتغلوا داخل المجتمع المدني الذي يصبح مضاد للعنف ويدافع عن نفسه ويرفض العمل السياسي عبر السلاح. عند ذلك يجري تكوين جبهة واسعة وطنية شعبية تعزل فيها هذه الجماعات. وإذا كان في ذلك الوقت المجتمع الليبي أو الحكومة الليبية والمسؤولين الليبيين يطلبون المساعدة من أجل تدخل عسكري للقضاء عليهم، يعني المساعدة فقط وليس التدخل، هذا مرفوض التدخل في ليبيا يعني بشكل عشوائي، فهذا فليكن. لكن الآن يجب أن لا نسمح لهذه المجموعات بأن تشوش على المسار الرئيسي اللي هو مصلحة ليبيا الرئيسية، وهو الاتفاق وتكوين حكومة تأخذ الشكل الذي يتفقون عليه وتصبح عندها أهداف. نعم واضح. والالتزام يعني بالحوار بشكل عام. واضح أستاذ الأحمر. أنتقل إلى طرابلس أستاذ الغدامسي. الصحيفة الإيطالية ذكرت بأن ما يسمى بتنظيم الدولة أصبح يتحكم في إدارة الهجرة غير القانونية نحو إيطاليا، إلى أي حد وصل الحال بخصوص هذا الموضوع؟ في اعتقادي أن تقرير الصحفي مبالغ فيه بقدر كبير جدا. أولا لأن تجارة الهجرة غير الشرعية لها فترات زمنية طويلة وظفت سياسيا في السابق في نظام الأول، و يتم الآن على شكل اقتصادي كمنافع اقتصادية لبعض وإن كانت غير قانونية لبعض المتاجرين فيها. ولكن الحجة في كلامي إن ما تم من عمليات يعني إرهابية في 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 شمال القارة أو شمال المتوسط، نعم، وخصوصا في داخل أوروبا، يعني هو تم من خلال عناصر تنتمي وتقطن تلك الدول وتحمل حتى جنسياتها في بعض الأحيان. وبالتالي في اعتقادي أن التنظيمات الجهادية دخولها في معترك المخاطرة عبر وصول مسارات وصول قد تكون وعرة وخلافها بعيد كل البعد عن مسارات سهلة اللي هي وجود عناصر ليهم داخل أوروبا يحملون الجنسية ويقتلون تلك الدول. الشيء الآخر أن اعتقادي لو ركننا إلى أن هي فيه نوع من التدخل أو السيطرة على المسار هذا فهو لغرض التمويل وليس لغرض لوجستيات السيطرة وخلافها. نعم أستاذ الغدامسي. مشاهدين اتجاهات الصحافة ما زال متواصل، ابقوا معنا. مثلت الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الليبي جراء الصراع الدائر بين الجماعات المسلحة محور حديث الخبراء والساسة المحليين والدوليين، خاصة مع تزايد المخاوف من أن يزداد الصراع امتدادا إلى المنشآت النفطية وما يمثله ذلك من تهديد للثروة النفطية. أشار الكاتب ديفيد كيرك باتريك في مقال نشر على موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن مصرف ليبيا المركزي يعتبر الجائزة الكبرى وسط الصراعات المسلحة المتصاعدة التي تستنزف البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي، كما يمثل الدرع الرئيسي الذي يمنع انزلاق ليبيا إلى أتون الفوضى المطلقة والحرمان.
وأوضح الكاتب أن مصرف ليبيا المركزي سعى منذ بداية الصراع للحفاظ على الحياد بعيداً عن الخلافات، حيث استمر في تمويل الوقود والغذاء ورواتب الملايين من الموظفين العموميين، وهو ما ساعد الجماعات والأسر على الاستمرار في العيش. بيّنت الكاتبة ريبيكا ميراي في مقال على موقع ماكلاتشي دي سي أن أوباري باتت الآن ساحة قتال بين الطوارق والتبو من أجل السيطرة على حقول النفط ومسالك التهريب، حيث يقول إسماعيل علي سليمان أحد شيوخ الطوارق المكلف بالوساطة في أوباري إن المفاوضات مع التبو لم تكن ناجحة، ويتفق الجانبان عموماً على أنهما في طريق مسدود. وأضافت الكاتبة أن المعركة ترتكز حالياً على السيطرة على طرق التهريب عبر الحدود وحقل النفط شرارة، ثاني أكبر حقل في ليبيا الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 300 ألف برميل يومياً. وأعرب المحلل في مجال الطاقة ريتشارد مالينسون عن اعتقاده بأن ليبيا دخلت مرحلة جديدة في صراعها، إذ يبدو أن هناك اتفاقاً غير مكتوب بين عمليتي الكرامة وفجر ليبيا بأنهما لن يمسا المنشآت النفطية، لكن يبدو أن هناك هدف جديد هو السيطرة على منشآت النفط بالقوة. ذكرت وكالة الأناضول للأنباء في تقرير لها أن ليبيا ستكون الأعلى في تسجيل العجز بالموازنة في الدول المسطرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط ليصل إلى 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بسبب تراجع أسعار النفط. وذكرت الوكالة أن تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 350 ألف برميل يومياً رغم كونها أكبر مخزون للنفط في إفريقيا وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وهو ما يجعلها أكثر البلدان تأثراً بانخفاض أسعار النفط. وكالة الأناضول للأنباء تحدثت عن إمكانية أن تصبح ليبيا الأعلى في تسجيل العجز في الموازنة. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الطرح أو يحدث هذا الطرح على أرض الواقع؟ اسمح لي أن أقول لك أنه قبل أن تمر الموضوع الاقتصاد، أعتقد أنكم مريتوا على مقال فيشمان في الواشنطن بوست، وهو أعتقد أهم مقال في موضوع التحول والحركة الذي يجري في ليبيا كان يمكن مناقشته لأنه مهم وعميق. المهم في موضوع العجز، شوف، ليبيا بلد بترولي، معناها أنها قادرة على السداد حتى ولو تداينت، ولا لا لا أتمنى لها ذلك. هي بلدان يعني ما فيهاش حرب وفيها دولة مثل الجزائر، يعني قامت بمراجعة الميزانية بكاملها على ضوء هذه الأسعار الجديدة. نعم. وتخلت عن الكثير من المشاريع، فما بالك ببلد يعيش تقريبا حربا أهلية. هذه من البديهيات. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يبقى لدينا وهو أنه من هذه الناحية لا خوف كثيرا على ليبيا لأنها قادرة على السداد. هذا يمكن أن يكون مخيفا جدا في بلد مثل تونس مثلا، في بلد مثل مصر، ليس لديها، في بلد مثل المغرب ليس لديها. الدولة تعيش من الضرائب في هذه البلدان، بينما الدولة الليبية لا تعيش من الضرائب، وليس والدولة الجزائرية لا تعيش من الضرائب، وكل البلدان البترولية لا تعيش من الضرائب. إذن ليس هناك مشكلة كبيرة، فقط هناك واقع وهو أنه بلاد في حرب ولا واقتصادها من البترول، وهناك توقف عن تسويق البترول، فيحدث هذه الوضعية. يمكن على المستوى يعني الحالي والقريب أن يأثر ذلك على موضوع يعني خدمة الإدارة في ليبيا وتوزيع الرواتب وتوزيع. نعم، واضح. أنتقل بسؤالي لأستاذ الغدامسي. أستاذ الغدامسي، إذا كنت في الاستماع، البنك الدولي يحذر من تفاقم عجز المالي، ما هي الآلية في رأيك التي يمكن أن تخفض من نسبة هذا العجز إن وجد؟ احنا تناقشنا في الموضوع هذا يعني بحكم عملي في جهة استشارية تتبع الجهاز التنفيذي في الدولة الليبية، ونحن في الخوض في ما يمكن وضعه كخطط لغرض
أول شيء تقنين عجز الميزانية، وثانيا هو تخفيض العجز وسداده والرجوع إلى تسفير المحصلة والبدء من جديد. وبالتالي في اعتقادي أن المشكلة الكبرى في ليبيا، أنا أتفق مع السيد الكريم في تفسيره للموضوع وترجمته للواقع، أن ليبيا لن تكون داخلة في مرحلة إفلاس وهو بعيد كل البعد، ولكن مشكلة العجز إذا تفاقمت فهو استنزاف حتى للاحتياطيات الليبية، سواء اللي هي النقدية أو خلافها كأصول استثمارية وخلافها. وبالتالي احنا عندنا مشكلة أساسية، يعني الجزائر على حسب ما شار أستاذنا هي راجعت مشاريعها. في ليبيا الآن جل الميزانية اللي تم انفاقها الآن وسياسة الانفاق العام هي غير استثمارية، بمعنى أنك أنت تصرف في ما يقارب من 23 مليار على مرتبات للوظائف العامة اللي هم 1,200,000 وظيفة، وهذا رقم خرافي. شيء ثاني أنك تصرف في ما يقارب من 7-10 مليار على تسييرية، ميزانية تسييرية لتشغيل الجهاز الإداري للدولة. الشيء الثالث اللي تصرف عليه اللي 11 مليار في مسألة الدعم. نعم. أما الباب الرابع أو الباب الثالث فهم بعد كل البعد على الصرف عليهم الآن، فأنت تتكلم على ما يقارب من 45 مليار. فإذا كان احنا الآن نتكلم على حسب نعم ما يقارب من 350 ألف برميل اللي هو حيحقق ما يقارب من 6-7 مليار سنويا بالأسعار الحالية، فاحنا نتكلم على عجز يتفاقم حتى أكثر من 37% اللي مذكورة في التقرير. وبالتالي ما يمكن أن نكون إليه الآن كحلول هو سياسة الانفاق العام وإعادة النظر فيها وإمكانية إيجاد حلول وإيجاد ما يسمى بالعرف المالي أو الفيسكال رول، لأن معظم الدول انفاقها العام لا يتجاوز أو الشرط الأساسي اللي هو للدول اللي هي يعتبر اقتصادها صحي من 17-23%. نعم. ليبيا تنفق الآن حدود 40-45% على الإدارة العامة للدولة في شكل، نعم، غير تنموي. هذا اعتقاد انه هو ان لم يجد له حلول ستفاقم العجز ويصبح ندخل بعدين في مرحله تاكل الاصول ويمكن نوصل الى مرحله الافلاس في خلال سنتين. نعم. انتقل بسؤالي الى استاذ الجارح. استاذ الجارح، صحيفه ليبيا هيرد تحدثت عن عدم اعداد اي طرف لميزانيه 2015، الى اي مدى يمكن ان يؤثر على الواقع الاقتصادي؟ مجلس النواب يقوم باعداد مشروع للميزانيه فقط للتصحيح، ولكن سيتعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يتخذ من مدينة البيضاء مقرا له في التعامل مع الميزانية. بالنسبة لموضوع الاقتصاد أو موضوع عدم وجود ميزانية، هو أمر جدا خطير. عدم اعتماد ميزانية أو تأخير اعتماد الميزانية أمر جدا خطير. السبب في ذلك أن وزير الصحة في حكومة عبد الله السني على سبيل المثال حذر منذ يومين أن المؤسسات الصحية في ليبيا ستنهار تماما، ستغلق أبوابها أمام المرضى الليبيين، مما يهدد بكارثة إنسانية حقيقية في ليبيا. والسبب هو عدم قدرة وزارة الصحة أو المستشفيات والهيئات الصحية على استيراد المواد والأدوية الطبية اللازمة في ليبيا. الشيء الآخر، أنا نوعا ما أتفهم من المتحدثين عدم الإرادة في وضع صورة قاتمة للوضع في ليبيا، ولكن أعتقد أن المؤسسات الدولية منها البنك الدولي ومنها بنك النقد الدولي أو مؤسسة النقد الدولي، يعني الاثنين حذروا تحذير كبير جدا من الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا. أيضا يجب أن نؤكد أن كل المشاكل التي تحدث الآن والصراعات التي تحدث الآن في ليبيا تحتاج إلى محور اقتصادي ومحور مالي قوي جدا لكي نستطيع حل الكثير من المشاكل الموجودة الآن. هناك تقرير من مؤسسة النقد الدولي تقول ليبيا احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي سينضب في أقل من 4 سنوات. هذا نعم واضح خطير، وقاعدة طيب. أن ليبيا دولة نفطية وبإمكانها، فقط للتوضيح النقطة هذه، نعم، بإمكانها العودة إلى تصدير النفط من جديد، ليست كافية. وأعتقد أن ليبيا ستدخل في مراحل الاستدانة من المؤسسات الدولية، وهذا سيدخل ليبيا في مرحلة جديدة جدا، وضع مالي جديد. طيب أنتقل بسؤال إلى أستاذ الأحمر. أستاذ الأحمر، العربي الجديد أشارت إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة الليبية، كيف يؤثر ذلك على الدخل النفطي الليبي في رأيك؟
هو يؤثر على المجتمع الليبي، والمجتمع الليبي الآن مؤسساته لا تشتغل بشكل عادي، وليس هناك، والناس لا يعملون يعني بشكل يعني وظيفي واستثماري. هناك وظائف وهناك توزيع. الأخ من دامس وضح هذا بشكل واضح وأعطانا صورة عن حقيقة أنه دولة موزعة للأجور، وهي خصوصية الدولة الريعية في كل البلدان البترولية. بما أنه البلاد الليبية تعيش من البترول فقط تقريبا بنسبة أكثر من 90%، فأنه انخفاض هذا المورد سيؤثر بشكل كبير. وسمعنا الأخ الجارح يتكلم عن المشكلة التي يمكن أن تحدث للمستشفيات، ناهيك عن كل المرافق الأخرى والطرقات وكل ما هذا يؤثر. وهذا أيضا عنده خطورة أخرى، وهو أنه يدفع مجموعات إلى يعني امتشاق السلاح من أجل الحصول على ما تعتقد أنها نصيبها، لأنه المؤسسات الدولة لا تشتغل وهناك صعوبة في تسديد الخدمات والأجور. هذا أعتقد أنه نظريا يمكن حله إذا ما سار المسار السياسي بشكل منطقي وبشكل يعني بناء. نعم. أعتقد أن هذه المسائل يمكن حلها وتصبح ثانوية بالنسبة للقضية الرئيسية. نعم واضح. أنتقل بسؤالي لأستاذ الغدامسي. أستاذ الغدامسي، مع استمرار الصراع الدائري على المنشآت النفطية، كيف تتصور الوضع الاقتصادي في حال لم يوضع حد لذلك الصراع؟ من الناحية الرقمية اقتصاديا، خلينا نوضح الصورة بحيث تكون حتى المعلومات واضحة. كما هو الحال عليه، يا إما نوصل لمنطقة الصفر وهي إيرادات مسفرة لا توجد إيرادات لليبيا، أو بمعدلات الإنتاج الحالية اللي هي 350,000، ونتكلم على أن يكون رقم ثابت على مدار السنة بتبوت سعره اللي هو في 50 دولار حاليا، نتكلم على 6 مليار دخل في ميزانية 45 مليار مطلوب انفاقة على حسب هو موجود حاليا والميزانات السابقة وكيف يتم إعدادها. لو تحسن الحال ووصلنا إلى ما إلى سقف الإنتاج الليبي اللي هو 1,600,000 وبمعدل 50 دولار كسعر لل 2015، وهذا المتوقع أنه مش حينزل لأسباب عدة يطول شرحها، فميزانية ليبيا ستكون تقريبا من 20 إلى 25 مليار، وبالتالي لازمنا في نفس العجز إذا بقينا على الإنفاق في حدود 45 مليار. فنحن نتكلم على 50% عجز في الموازنة في 2015 إن لم يتخذ البرلمان أو الجهاز التشريعي والحكومات إجراءات إصلاحية في إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام، وبالتالي وضع ليبيا في موقف أحسن يمكن أن هي تتلافى العجز أو الدين العام اللي حيحدث خلال السنة اللي حدث خلال سنة 2014 واللي حيحدث في 2015 نتيجة الأحداث الدائرة الآن، يمكن بإدارة فعالة وإدارة رشيدة يمكن أن نحن نلغيه خلال سنتين. ولكن هذا يتطلب كذلك إجراءات تقشفية ترشيدية ومعها إجراءات تنموية، بحيث أنك أنت يتم ضخ كذلك أموال لخلق اقتصاد آخر بديل داخل ليبيا، وتشغيل الكم الهائل اللي هو 63% من القوى العاملة في ليبيا الشبابية. نعم. في إنتاج مجالات عمل جديدة. نعم، شكرا لك أستاذ مدحت الغدامسي المستشار في التنمية الإدارية، حدثنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس. وشكر أيضا للكاتب الصحفي المولدي الأحمر، حدثنا عبر الهاتف من الدوحة. وشكر موصول أيضا للكاتب الصحفي من طبرق محمد الجاري، حدثنا عبر السكايب من طبرق. وننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يتم بالتعاون مع المرصد الليبي للإعلام. وإلى هنا مشاهدي قناة ليبيا لكل الأحرار، نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من نتيجات الصحافة. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا علي نشوان، في أمان الله.